إذا بدنا نعتبر اليوم هو نهار العالم للكسب، مين بتحب تعيد؟ أعمل له تاج ووجه له تحية، خلينا نشوف الناس مين بدها تعيد، شو رأيك؟ يلا اليوم إذا بدنا نعتبر هو نهار العالم للكذب، في شي شخص معين بتحبه تعيدوه مباشرة على الهواء؟ رح بلش معك. سمعت شو قالت عنك؟ لا أنا كذابة. شوفي أنا عم بسألكم إذا اليوم بدنا نعتبر هو نهار العالم للكذب، قلت لها في شي شخص معين بتحب تعيديه مباشرة على الهواء، قالت لي أنت، شو بتحب تقولي له؟ أنا كذابة. خليني بدي أقول للثاني ينعاد عليك. الاثنين ينعاد عليك. ينعاد على خيي. لا إلا لو مكذب على أمي مرة. لا لحظة خلينا شوي بس نرجع. خلينا نقرب على هوا. أوكي رح حايد حالي لأنه مكذب على أمي مرة. سوري مام. شو الفرق بين الكذب البيضة والكذب الليفيولي؟ لحظة ليفيولي ليفيولي شو خاطر؟ أنا كذبة بيضة. أنا بعرف كذبة. بتفضلي البيضة؟ أنا كذبة بيضة. أنت شو بتفضل؟ بيضة كمان. بيضة شو بتفضلي؟ حسب السيتواسيون، يعني الكذبة البيضة بتقطع. بيضة بتقطع الفيولي سوبر. ما بتقطع. لا الكذبة بيضة إنه بتكذب كرمال الشخص، يعني good intentions. قد ما اللون أغمق لكن البيضة هي good intention. ايه أوكي. بس انه الفيولي قد ما اللون أغمق قد ما الكذبة أكبر. ولكن كل ما اللون أغمق كل ما تكون thank you تعقدوا thank you. حسب آخر إحصاءات تبين أنه الكذبة الألترا فيولي، بتعرفي فيه ألوان للكذبة أخف من الفيولي، شو تعليقك على الموضوع؟ كل لون زيت شيء، فيولي والألترا فيولي. فرق بين الطفنيصة والكذبة هي زيتها. بنقولوا فنص، يعني بيزغروها أنه طفنيصة. هل لبناني هيك عايش؟ الله مرقة وصي مرقة فنص. ايه اعطوها اسمه طفنيصة الكل. كلهم كله يعني كله؟ كله يعني كله. كله شو فرق بين الكذبة البيضة والكذبة الفيولي؟ لا في شي فيولي في شي أورانج في شي أحمر في شي، بس كله كذب. إذا بدنا نعتبر اليوم هو نهار العالم للكذب، في شي شخص معين بتحب تعيده مباشرة على الهواء؟ ايه ايه خلاص بقولك ينعاد عليك. يعرف حاله يعني؟ ايه هو حيعرف حاله. انا بقول جان جان. ليش ما بيكون عيد الصدق؟ بدنا نعمل جمعة الجاي، جمعة الجاي. طب اذا في عيد الصدق في حدا كمان بتحب توجه له تحيه او كمان بيعرف حاله؟ لا بيعرف حاله كمان بيقول ينعاد عليك. طب لكن نحن وجهنا تحيه عرف حاله. الكذاب عرف حاله والصادق عرف حاله. ما سمعت السؤال، شو مين عم بيكذب؟ شو انا ما بدي ورط حدا، خليه ما جاوب على السؤال احسن. مباشره من المانيا نحن بنتشكرك. شكرا حسين. ثانك يو. اكيد كل السياسيين والنواب والوزراء كلهم طبعا، ومن قلبي بهنيهم، من قلبي بهنيهم. ما عندهم كذبه بيضاء وسوداء كله. لا 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 كل شيء فيه الوان. فيني اقول كل الدنيا خلص بكفي. لا مو كل الدنيا كذابه، ما في حدا بقى صادق بهالايام. اوكي شكرا لك. اذن مشاهدينا بهذا الجواب الدراماتيكي نحن بنكون عم نختم حلقه شو رايك لليوم مباشره من لبيال شرب الحنينة محمود الحلبي.